واتوقع انه هذا هو التحدي الحاسم، وكأنك بتشوت العلبة بس تشوت ظهر برا. الله يعينك حاج برا، والله زعلان عليك. السلام عليكم ورحمة الشارع العربي، ورجعناكم اليوم مقطع جديد. مقطعنا اليوم بيكون مقطع تحديات. مقطع هذا حيكون مختلف شوي لانه حيكون فيها تحديات مع فارس الحميد. جاهز التحديات يا فارس؟ يا هلا والله مرحبا، اكيد جاهز وباذن الله بفوز عليكم اليوم. اوكي يا فارس، المقطع ده بيكون فيه باذن الله تعالى ثلاث تحديات. يا سلام، اذا كذا خلي التحدي الاول عندي. خلاص التحدي الاول عندك، التحدي الثاني عندي انا. ها التحدي الثالث عندي. خلاص كذا تقسمت ثلاث التحديات. وطبعا قبل لا نبدا في التحديات يا جماعه الخير، فارس الحميد منزل فيلم لمسابقه جائزتها مليون ريال، بترك لكم الرابط حقه تحت في الوصف. خلينا نبدا في التحديات على طول. براء يلا شين. يلا اوكي يا براء، ايش التحدي الاول؟ طيب التحدي الاول يا بشار وفارس كالتالي، انكم حتمسكوا كره تدقدقوا فيها. تمام، هذه اول كره. تمام، حتكون في كره ثابته في الارض، هذه شفتوها في العارضه، طبعا تدقدقوا من ورا منطقه الجزاء. تمام تمام، الكره الثانيه شفتوها في العارضه بدون ما تطيح الكره الاولى منكم، بدون ما تطيح الكره الاولى يعني. بس طب دقيقه، مين بيبدا في التحدي انا ولا انت يا فارس؟ والله تحدي جميل، ويلا انا اول واحد ببدا. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني، هاي بدك تسويها ولا لا؟ لا ما يحتاج، ما شاء الله بشار يجيبها ان شاء الله. يلا خلنا نشوف ابداعك. يلا عاد الحين صار دوري. طيب بشار التحدي الثاني عندك. اوكي التحدي الثاني لك، لي ولك يا فارس. تمام، حتشوت كورتين من خارج منطقة الجزاء، لازم يسقعوا العارضة، والكورة الثالثة لازم نشوتها في الكعب برضو بنفس المقطع وتسقع العارضة. حريقة. اوه هذا تحدي جميل، بس يلا ابدأ انت. هذه الأولى. هذه الثانية. الثالثة الكعب. ها لا يا شيخ، والله حرام عليك. العارضة هنا يا اخي، والله ما ركزت. بسم الله. الله عليك يا معلم، شكرا. ها زيادة. يلا اعطيهم الوصايا. يا السلام يا السلام يا فنان، ما شاء الله تبارك الله. اعطيهم وصايا حبيبي. حلو ما شاء الله. طيب الشار فارس فاز بتحديين وانت فزت بتحدي واحد. طيب واتوقع انه هذا هو التحدي الحاسم. اوكي اوكي، التحدي الحاسم عاد عند فارس. ماشي انت توقفها على العارضة؟ لا ما اقدر. لعيب التحدي ابغاك، والتحدي هذا عندي انا، ابغاك تحط فوق راس براء علبه او اي شيء وكانك بتشوت العلبه بس تشوت ظهر براء. شوف التحدي اللي بعده، امسك الكوره حطها فوق راسك. امسك الكوره هذه، اي حطها فوق راسك، حطها فوق راسك. ما تتدبل امسكها، بس امسكها. امسكها. اي لف وجهك من هناك وانا بحاول اجيبها. خلاص ناوي اصقعك بس يلا شفتها غلط. الله يعينك حاج براء، والله زعلان عليك. جاهز يا براء؟ قبل لا تسوي شيء، شوف هذا التحدي من فارس. هذا التحدي من فارس، هو اللي يبغاني اصقع ظهرك. تحدي ايش هذا؟ هذا التحدي من فارس. التحدي مالي شغل، جينا عليكم انتم مصورين وفضي. والله شوف المغصب كفو كفو. حلو، هذا كان مقطعنا اليوم، يديكم الف عافيه على المشاهده. النتيجه اليوم كانت 2 لبشار و2 لفارس، يعني تعادل. تعادل كانت كويسه.
بس كيف التحديات اليوم يا براء؟ والله فارس يعني ظهري راح فيها يعني. سيبك من التحدي الاخير، بصراحه التحديات الباقيه كانت حلوه، التحديات جدا حلوه صراحه. تمام، اديني برضو رايك يا فارس عن التحديات. يعطيك العافيه بشار، ويعطيك العافيه براء، ويعطيك العافيه عبد المجيد. الله يعافيك واجبنا يا سيدي. ما قصرت، الله يعطيكم العافيه، وباذن الله الايام الجايه بنحاول نسوي تحديات اقوى باذن الله. هذه الدائره لا تنسوا تضغطوا عليها وتشتركوا بقناه فارس الحميد وتشوفوا الفيلم اللي نزلوا هذا الفيلم لمسابقه جائزتها 1,000,000 ريال، وهذه الدائره اضغط عليها ولا تنسوا تشتركوا في القناه. وفي امان لا دقي دقي دقي، تعال 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 تختم معانا اليوم. ها يلا قول بيس بصوت عالي مره. 1 2 3 بيس.